الخير. صباح الخير. شكرا. من فضلك انا كنت عايزه استفسر عن القروض. حضرتك عايزه قرض في حدود كام؟ وايه الضمانات اللي هتقدميها؟ بنك رفض قبل كده يديني قرض عشان المصنع مش ملكي، وشريكي رافض يقدمه كرهن، مكتفي بانه مأجر لي المبنى وبياخد ايجاره بس، والمكان حالته سيئه. في قرض شخصي بيتاخد بضمان المرتب. هركبك ديون وانت لسه بتقولي يا هادي؟ لا طبعا، اوعي تاخدي قرض على مرتبك. معلش يا بابا، او على الاقل ممكن نجدد ولو مكنه واحده، وبعد ما نسدد القرض ناخد قرض تاني ونجدد مكنه تانيه. مرتبك ده يا بنتي اللي ممكن نعيش بيه لو حصل لي حاجة أنا أو المصنع، ما قدرش أحرمك من الضمان الوحيد اللي بتملكيه. لو بس الراجل الإفريقي. هو الراجل اللي بعت لك جواب من هولندا إفريقي؟ أيوه. اللهم لك صمت، على رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. كان نفسي أبقى أب ناجح زي عم صاحبتك ندى، لكن الأرزاق بيد الله. بابا اوعى تقول كده، انت أعظم أب في الدنيا، ربنا ما يحرمني منك أبدا. ايه ده؟ انت خلاص خلصت افطار؟ لا طبعا، مستنياك لما ترجع من الصلاة. طب يلا بينا. هاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. حرمة جامعة إن شاء الله. على فكرة يا ماجد، أنا اكتشفت إن ندى بتحبك قوي، رافضة تفطر إلا معاك. أصلها لسه عايشة شهر العسل يا شاي. شهر العسل إيه بس يا أنكل؟ ما خلص خلاص. شهر العسل ممكن ما يخلص، ممكن يبقى العمر كله. أصل يا شاي رافضة الواقع وعايشة الحلم على طول. زي ندى، رافضة تفوق من الحلم وتعيش الواقع. ومش هفوق يا مامي. اي مشرح واي جامعه؟ اللي كنت بشترك معاهم في النشاط المسرحي، بعزف وغني في المنتخب. اه الدكتور ده اللي دايما بيكلمك، هو فاكرك ايه؟ مالكيش ارتباطات؟ بيعزمك كده منه ليكي؟ محدش في الشله كلها هيبقى معاه حد من اهله، انا بس اللي هتبقى معايا في ريال، هي اللي هتشرف على لقاءاتنا، وهي اللي جابت الدكتور ثروت حسني اللي كان زميلنا في المنتخب من بره، وعامله اللقاء ده علشان ثروت حسني الجراح العالمي جاي من امريكا عشان يقابلكوا. فاضل الدرجه دي؟ مش طلع انسان وعاطفي وعنده حنين للماضي؟ والكلام ده استئذان ولا من باب العلم بالشيء؟ ده لقاء جماعي في مكان عام، يعني لا بعمل شيء غلط ولا حرام. لو ما كنتش وعدت نوها اني اصبر لحد ما تتجوز كنت وريتك شغلك، انما متحوشها لك. ماجد راح يصلي العشاء والتراويح زي كل يوم. محدش يقدر يلومه ولا يعترض على اللي بيعمله. ايوه بس انا عايزاه معايا على طول، مش قادره اقعد طول الوقت ده من غيره، ده بيتاخر عليا قوي يا مامي. قلت لك اشغلي نفسك بدراستك. عنه؟ عايزاني انشغل عنه؟ هو ينشغل عني؟ وكل واحد فينا كده يبقى ليه حياته؟ لا يا مامي، مش هي دي سعاده. المهم السعاده تبقى نابعه من جواكي انت، مش متوقفة على حد تاني يديهالك أو يمنعها عنك. كنت يا بابي على طول وكنت مسعدة، ولما مات انهارت عشان أطلع نفسي من الاكتئاب اللي كنت فيه، رجعت تاني للرسم والنحت. بس أهم من ده كله كان وجودك أنت في حياتي، كان لازم أقف على رجلي تاني علشانك أنت. إيه رأيك يا مامي لو ما أخدش حبوب من الحمل؟ يمكن لو في بيبي يرجع يهتم بيها. لا كملي دراستك الاول، اجلي الخلفه لغايه ما تاخدي شهادتك، وبعدين عشان تبقي ساعتها فاهمه كمان يعني ايه امومه. لكن دلوقتي اشغلي نفسك باي هوايه.
ولا بعرف ارسم ولا بعرف اعمل تماثيل، لكن شاطره في الباسكت، ولو ركزتي شويه ممكن تدخلي بطولات. لا يا مامي مش للدرجه دي. عشان سبتي كل حاجه وقعدتي ماسكه الساعه الماجد، ده احنا حتى المفروض نبقى متواجدين في النادي عشان عمك والانتخابات. انت مع عمي ولا ضده؟ انا معاكي، انت مع مصلحتنا اللي هيحميها نجاحكم. انا كنت بفكر نعمل حفله في النادي، فكرة هايلة، ونجيب عمرو دياب، كل الناس هتنتخبوا عشانه. ايه ده ايه ده؟ انت عايز تروح؟ ده السحور قرب وانا خلاص بحضر فيه. عشان ده شهر فضيل. ليه وانا شطانة؟ ما انا مراتك على سنة الله ورسوله، زي زبيدة بالظبط، وليا فيك زي ما هي ليها فيك. انا اتجوزتك عشان تخلفي لي عيل وما حصلش. وانا داخلة سبق يا شاكر، اللي ما حصلش النهارده يحصل بكره. خلاص لما يحصل انا عندي كلمتي، ساعتها هتجوزك على قد مأذون. طب وايه الفرق يا شاكر؟ ما دي زي دي. طب ما تقول لنفسك مش سربعه على ايه؟ عايز اعيش معاك في النور قدام الناس، مش دايما خافيني وقاهرني كده على طول. وبعدين يا اخي فيها ايه لما مراتك تعرف؟ ما تعرف. وبعدين بقى يا بنت الناس بلاش تزن على خراب عشك، مالكيش دعوه بمراتي ولا بحد من معارفي، ما دي سبتك المره اللي فاتت عشان كده. يبقى انت ما بتحبنيش يا شاكر. يا دلال داري على شمعتك تقيد، ما انا بجيلك يا بنت الناس ومنقضي وقتنا في امان الله، لازمتها ايه ان احنا نخش في حروب؟ زبده لما بتعرف ما بتسكتش. وايه اللي غصبك عليه؟ ده انت بتتكلم كانها ماسكلك زله يا اخي. الست ما غلطتش فيا، اظلمها ليه؟ هو يعني انا اللي غلطت فيك؟ وانا ما ظلمتكيش، انا شرطت عليك وانت رضيتي. بس انا دلوقتي بقى مش راضي. انت عايزه توصلي لايه؟ للمأذون يا شاكر. يا بنت الناس الورقه اللي معاكي ضمن لك حقوقك. لا انا سالت المحامي وقال لي الورقه دي تثبت النسب لو انت خلفتي منه، بس انا بقى ماليش اي حقوق فيك. يعني انت عايزه تضمني النفقه والمتعه وتورثيني لما اموت زيها. اشمعنى عايز تظلمني انا؟ معاش اللي يظلمك. يعني هروح المأذون يا شاكر ونتجوز رسمي؟ انت طالق يا دلال. شاكر استنى. اتفضلي. ايه ده كله؟ اكل السمك تستاهل بقك. وجبت سمك منين دلوقتي؟ ده احنا في وقت سحور. شاكر لما يعوز مفيش حاجه تحصل عليه. بس السمك بيحب الميه. يعني ايه؟ هيصحى تاني ويرجع ينط في البحر؟ لا بيعطش، بيشرب ميه كتير. شايف يا حبيبي عملك ايه؟ اكل خفيف عشان ما يتعبكش في الصيام. يلا مد ايدك، الفجر فاضل عليه تلت ساعه. انت قاعده لغايه دلوقتي ما سحرتيش؟ هو الاكل برضه يحلى من غيرك؟ كل سنه وانت طيبه يا سبيده. انا مش فاضيه يا فضيله، انا لازم اسافر مصر حالا. استاذه فريال، احنا اجلنا الانتخابات اكتر من مره علشان خاطر مشغولياتك، ثم الشؤون الاجتماعيه ليها ناسها اللي بيتابعونا، يعني الانتخابات لازم تتم في ميعادها، واحنا اعلنا الجمعيه العموميه كلها. الدكتور ساره وتحسني مش كل يوم في مصر، الراجل سايب مصالحه وعمال يعمل عمليات في مستشفى الحزب المجاني. احنا ملناش دعوه بالحزب، احنا لينا دعوه بالجمعيه بتاعتنا. عموما انا معتمده على الله وعليكي، مش لازم اكون موجوده بقى. بس انت مرشحه نفسك. انا مطمنه لك ومطمنه للنتيجه، الناس عارفه مجهوداتي كويس قوي. اللي تشوفيه. اهلا، الشركه نورت. زي حضرتك وزي ندى يا طنط. الحمد لله كلنا كويسين. الحمد لله. اتفضلي استاذ شريف مكتبه. اديله خبر ان انا عند مختار بيه. حاضر. ندى كانت اقترحت ان احنا نعمل حفله في النادي ونجيب عمرو دياب. انت عارفه عمرو دياب ده بياخد كام؟ ولا مغنيين الصف الاول هيبقوا موافقين ولا لا؟ عندهم وقت ولا لا؟ يعني ده كان مجرد اقتراح. طبعا اذنك دي. اهلا
ايوه لا تعالي وهاتي لي معاكي دراسه استطلاع الراي الاعضاء دي. ازيك يا مدام عايده؟ ازيك يا شريف؟ ادخل. اتفضل يا فندم. الفايل ده استطلاع راي الاعضاء النادي عملته لميا. عارفه اكتر واحد اعضاء النادي عايزين يشوفوه مين؟ الشيخ صلاح الدين العزيزي. صلاح الدين العزيزي؟ الشيخ صلاح بيدي دروس دينيه مجانا، وشهر رمضان مناسب جدا علشان استضيفه في النادي. اه الشيخ صلاح ده مجد بيحضر له دروس ساعات، وفي اكتر من استاذ من البيوت دروس دينيه، ممكن الناس تتجمع حواليهم وتحضر ندواتهم واحنا ممكن نستضيفهم. واضح انك عامله دراسه كويسه. ده غير الخيمه الرمضانيه صديقه البيئه، عايزين الناس فيها ما تدخنش ولا سجاير ولا شيشه، وممكن كمان نستضيف فيها فرق للانشاد الديني والغناء الشعبي. اما الاطفال بقى فممكن نجيب لهم ساحر يعمل لهم شو كده وشويه حيل. شفت يا شريف كان عندك حق، الجيل الجديد فعلا يكسب. مدام عايدة، عايدة لحظة واحدة بس، روح انت وانا هوصل الهالم. مش هعطلك؟ لا 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 انا خلصت شغلي خلاص. اتفضلي. شريف احنا بعدنا قوي والوقت اتاخر بينا. لو اقدر كنت خدتك معايا في مكان بعيد عن الناس، بعيد عن الصح والغلط، مكان ما نحسش فيه لا بوقت ولا بزمن. فين المكان ده شريف اللي ما فيهوش حد نعمل له حساب؟ يا عايده كفايه خوف، كفايه تردد. انت ليه بتدوري على سبب للبعد؟ مره عشان الوفاء، ومره عشان السن، ومره عشان المصلحه. يا عايده افهميني، خساره الوقت اللي احنا بنضيعه ده. لو كنت خايفة على ندى أنا مستعد أرجع لها حقها دلوقتي، حتى لو كان التمن إن إحنا ما نكملش المصنع. أنا لا عايز فلوس ولا عايز أبقى وزير صناعة ولا حاجة أبدا، دي كلها أحلام أبويا. أنت حلمي الوحيد يا عايدة، مصدقاني؟ مصدقاك بس مش عارفة ليه خايفة، ليه بهرب؟ جايز خايفة من ندى؟ ندى بتحب ومسرعة هتفهم. طب يمكن خايفة من بابا؟ ده عايز وريث يا شريف، وأنا مش قادرة أديك وريث. محدش بياخد كل حاجة يا عايدة. ابن الوحيد ومش قادر يجيب له الوريث ده. خلاص، أنت ذنبك إيه؟ هيعارض جوازنا يا شريف. هيقف ضده. نتجوز الأول يا عايدة. وبعدين نواجه العالم كله، وإيدينا في إيدين بعض. أنا خلاص يا شريف، مش قادرة استحمل بعدي عنك. عايدة، طب ليه خليتيني أيأس؟ ليه خليتيني أضغط عليك المدة دي كلها ليه؟ استكترك على نفسي. أنا عمري ما حسيت باللي جوايا ده لحد تاني غيرك. أنا حبيتك من أول مرة شفتك فيها. كسفت من نفسي، هربت، اتجوزت عمك، كان ليا أب، لكن حبي ليك مش لاقي أي كلام ممكن أوصفه بيه. الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا. راحت فين بس؟ معقول يا مامي كل ده في الموبايل؟ ازيك يا ندى؟ يا سلام، ازيك؟ انا هتجنن. رحتي فين؟ كنت معزومه على السحور. وقفل الموبايل كل ده؟ ما خدتش بالي، يمكن الشحن خلص.
ده خلاص الفجر هيبدا. امال فين ماجد؟ ليه مش قاعده معايا؟ رجع من صلاه التراويح وطلع نام زي عادته من اول رمضان. السلام عليكم. تراويح تاني؟ لا، رايح اصلي الفجر يا ندى. السلام عليكم. على السلامه. مامي شوفي لك حل، ده مقاطعني تقريبا. هلاقي حل. انا كمان عايز اعرف الشيخ صلاح ده بيقول ايه للشباب، يمكن ماجد فاهم حاجه غلط. على العموم انا ومختار اتفقنا ان احنا نستضيفه يعمل ندوه في النادي، وماجد اكيد هيحضر. ابقي تعالي معايا، ضروري تقربي من اهتماماته. مامي انا عارفه ان ماجد بيحب بابا ومامته، بيعمل لهم حساب وليهم تاثير عليه. اروح اشتكي لهم؟ طب ما نعزمهم على الفطار احسن، ايه رايك؟ فكرة هايلة، يلا نروح نكلمهم دلوقتي. دلوقتي؟ لما النهار يطلع يا قط. حاضر يا ندى. أمال ماجد فين؟ ما كلمنيش بنفسه ليه؟ راح يصلي العصر في الجامع، بس هو عارف هيفرح بيكوا قوي قوي. ياه، ربنا يهديه. ده هدايا جامد قوي خالص، ما تتصورش حضرتك بقى يعمل إيه، ده بقى. أيوه يا دكتور. الحمد لله. أنا في انتظار تشريف حضرتك والهانم ونهى. الحقيقة مش عارف هنقدر نيجي النهاردة ولا لأ. على العموم هشوف وهبقى أرد عليكي. ماجد عزمنا على الفطار النهاردة. ما قاليش. أيوة العزومة اتوجهت لي أنا، فيها حاجة دي؟ أنت كمان ما قلتليش. وأديني بقول لك أهو، إحنا في شهر رمضان، وبعدين دي أول مرة نزوره بيته. عمرك ما اعتبرت بيت حماته بيته؟ الناس ما غلطوش معاه، هنقطع ابننا ليه؟ أنا عمري ما قطعته، بالعكس ده أنت دايما تلومني وبتعتبرني بدلعه. مش وقت الحسابات القديمة دي. ما أنا مش هقدر أروح النهاردة، أنت عارف أنا من إمتى معزومة على الفطار في النادي مع مين؟ مين الأهم؟ ناس غرب ما شفتهمش من العصر الحجري ولا ابنك ونسايبه؟ قدامنا باقي أيام شهر رمضان، نبقى نروح له في يوم تاني. بذمتك مش مكسوفة من نفسك؟ ست في سنك وخلاص هتبقى جدة، رايحة تضيع وقتها مع ناس عواجيز صيع؟ الدكتور ثروت حسني والدكتور عمرو بنهاوي وشريفه شاكر المذيعه وفريد المحامي في الدستوريه العليا. كفايه، اتفضلي مع السلامه، وانا هبقى اروح لوحدي. شريفه وصلت. ازيك يا استاذه؟ فريك فرج فرج الله، ازيك؟ انتم الان على موعد مع برنامج اعتراف تقدمه لكم شريفه شاكر. عموما يعني الاعتراف مش بعيد عنك قوي، مش برضه الاعتراف سيد الادله يا متر؟ سيد حسنين. المهم انت وحشاني قوي. ميرسي. والله زمان بقالنا قد ايه ما شفناش بعض. البركه بقى في الدينامو دي، هي اللي لمتنا كلنا. البركه في الدكتور ثروت، هو اللي طلب يشوفكم بالاسم. ماهر فريج حبيبي، ايه ده؟ مالك سايب شعرك كده زي غيط القط؟ ايه بقى؟ تعرفش انت شويه الشعر الابيض دول بيعملوا ايه في المحكمه؟ يلا تعالى. اللهم صل على النبي. لا ده كتير ما تغيرتيش. ازيك يا مان؟ الله يسلمك. الاستاذه فريال اكيد اللي اتصلت بيه عشان تحديد الميعاد. بالظبط. اتفضلوا. حقيقي اتغيرتي بس للاحلى. بكاش. قول يا ماهر، انت شغال في ايه دلوقتي؟ انا كنت بشتغل في وزاره الزراعه، دلوقتي عندي منحل وبربي عجول. اللحمه والعسل باينين عليك اهم، ما شاء الله. مش ملاحظين حاجه يا جماعه؟ رغم ان كلنا جامعتنا هوايه الفن، بس ما فيش ولا واحد فينا اشتغل في الفن بعد ما اتخرجنا. بس افتكر شغل شريفه كمذيعه مش بعيد عن مجال الفن. ده حقيقي، وخصوصا انا قعدت فتره طويله مسؤوله عن برامج المنوعات. عصام يوسف، عصام يوسف يا ابني الايه، لسه حليوه ومسبسب يا دون جوان الشله. متجمعين عند النبي. اهلا يا عصام. يا ما اهلا يا دكتور. اهلا يا فريج. ازيك؟ ازيك يا بتاع المجانين؟ مستنيكم كلكم في العياده عندي. على فكره بقى، انتوا هتبقوا حالات نموذجيه هدرسها للطلبه بتوعي. اتأخرتي كده ليه؟ معلش حقت عليا، هبقولك بعدين، بس أرجوكي خليكي جنبي، لحسن أنا مرتبكة أوي. Good afternoon everybody. أهلا. الدكتور ثروت وصل. أهلا يا دكتور. شريف أهلا. أهلا. اتفضل.
اهلا الشريفة. الحمد لله بالسلامة يا دكتور. ما تغيرتيش كتير. ميرسي. سعاد سلطان. نورت مصر يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا دكتور. وحشتوني قوي يا جماعة. مش قادر أصدق إني قاعد بينكم وبسترجع أيامنا الحلوة تاني. أنا بشكرك قوي يا مدام فريال. ده إحنا اللي بنشكرك يا دكتور، ومهما عملنا مش كفاية، إحنا خدنا وقتك. ده أنا المحظوظ إنك اديتيني النهاردة فرصة مش سهل على الواحد إنه يحصل عليها. سعاد. مش معقول. نفس الابتسامة الخجولة من أيام الجامعة؟ رغم مرور السنين انت اكتر واحده فيهم بتديني انطباع انك لسه تلميذه. يا ترى ايه السر؟ اصلي كنت في الفريزر. انت عليك توكلت. اعرف قدر رمضان. قول لي يا دكتور، ايه الوصفه السحريه اللي مخلياك محتفظ بالرشاقه والشباب ده؟ ووكينج اند ووكينج، المشي ثم المشي. قول لي يا عصام، انا مش شايف في ايدك دبله زينا، انت متجوز ولا؟ ولا ارتحتم؟ اما انتوا عيال حشريين صحيح. ده من ايه ده؟ من كتر الخطابي بورت. مره عصام لقاني قاعد في بوفيه كليه الاداب مع بنات من الكليه، هجم عليا كان هيضربني. اصله كان بيعتبر كل بنات اداب حريمه الخاص، مثله الاعلى شهريار. شفت يا سعاد، كلهم مجانين. احلى حاجه انهم يفضلوا بالشكل ده. الضحك انهجر حياتك يبقى ملهاش لازمه. لا احنا لينا قاعده لوحدينا نناقش فيها النظريه دي. قولي لي يا سعاد، شريفه وبقت مذيعه كبيره، انت ليه ما بقتيش مطربه او عازفه؟ مش كده يا عمرو؟ دي كان صوتها جميل جدا وعزفها كان اجمل. كان زماننا بقى عندنا ام كلثوم تانيه. ده صحيح، انا فاكر كويس. دي كانت كمان بتغني لفايزه احمد، النجاة الصغيره، لفيروز، لشاديه، لصباح، وليلى مراد. مساء الخير. يعني ما روحتش النقابه الليله دي؟ شايفه الساعه كام؟ وهلا رحت اتعزمت عند عايده هانم؟ في واحده ست محترمه تقعد بره بيتها لحد نص الليل. فريال وصلتني لحد باب البيت. فريال بتستغلك، واخداكي انت وشله الانس مهرجين عشان تسالوا الباشا اللي جاي من الخارج. بترد له جميله، ده جاي متبرع بيعمل عمليات بالمجان للناس الغلابه. عاشق لبلده قوي، عشاق البلد، قاعدين شايلين ترابها 366 يوم في السنه بسيطه وكبيسه. انما اللي متفضلين عليها وجايين من الخارج جايين عشان طمعانين في منصب او في مكسب او دعايه بمليون جنيه. نهى فين؟ نامت تستهاني، ولا عايزاها تقعد تستنى الست والدتها اللي عايزه ترجع الزمن لورا؟ انا مش هرد عليك، بلاش اخليها تصحى على صوت زعقنا. اقفي عندك، انت كمان هتديني ظهرك. نزل ايدك والا هفتح الباب واصرخ والم عليك الجيران ما دام انت عايز فضايح. خليهم يجوا يتفرجوا على الاستاذ الجامعي بيمد ايده على مراته ازاي. انا مش موافق على اللي بيحصل ده، وهتشوفي ردي. هو ايه؟ ارهاب؟ كل ما اخرج بره الدايره اللي انت حبستني فيها سنين لحد ما حولتني لتابع لنكره تقعد تهددني. لمعلوماتك انا مش هشتري دماغي زي ما كنت بعمل كل مره، ولا هقول الباب اللي يجيلك منه الريح سديه. انا النهارده بس اكتشفت حجم خسارتي، حجم اللي ضاع مني، ومصر ارجعه مهما كان الثمن. شد حيلك، ده هيوقف البرد ان شاء الله. الجو كان ساقع قوي في النادي. ليلة ولا في الأحلام، أنا كمان بتمنى أقابل زملاء زمان. المهم إن الدكتور ثروت انبسط، ودي أقل حاجة نقدمها له. ولا أقل ولا حاجة، وجودك معاه الكام يوم دول ما كانش بالسهل. تقصد إيه؟ يعني نسيتي نفسك ونسيتي انتخابات الجمعية. لا
الانتخابات بكره وفضيله قايمه بكل حاجه وانا هسافر لها بدري بكره. الانتخابات تمت النهارده. لا بكره. امسك بس اهو الخبر اهو. انا جاني الخبر من البلد على التليفون، الانتخابات تمت وانت ما كسبتيش. مستحيل، انا لازم اسافر بنفسي اشوف ايه اللي حصل. انا مش هسيبك، ما تعوديش نفسك على الكرسي اللي انت خدتيه مني بالتدليس. انا هقلب الدنيا، دي جمعيتي اللي انا انشاتها. مدام فرياش، انت ياما اتكلمتي عن الديمقراطيه وتكافؤ الفرص، ما تسيبي غيرك ياخد فرصته. انا هنا عشان الاعضاء انتخبوني. كام 12 من كل الجمعيه العموميه هم اللي اهتموا وجم، والباقي دليلهم الخبر الكذب بتاجيل الانتخابات والتليفونات اللي ما بتردش. انا بنفسي حاولت اتصل هنا بعد ما قريت الخبر، ما حدش بيرد، وكلمتك في بيتك 100 مره. انا مش مسؤوله عن التليفونات، دي شركه وليها ناس بتديرها. عموما في شؤون اجتماعيه بتشرف على الجمعيات. كان في منهم 2 اشرفوا على الانتخابات. عارفاهم، وعارفه كمان انك معتاده علاقتك بيهم من زمان. ده سب وقصف ولا اتهام ليهم بانهم مرتشين؟ اتفضلي من هنا، ما تجيبيش لنفسك مشكله ما انتش قدها. انا هنا بالديمقراطيه اللي انت ياما حاولتي تعلميها لي. حتى الديمقراطيه حسن بتلاقي اللي يستغلها وازاي فرضت الناس باسمها. قلت لك دي مسائل ما تسابش كده، دي محتاجة تربطات ودعاية واتصال بالناس بشكل شخصي مباشر. المشكلة أنا بتعتبر إن دي ديمقراطية. أنت عايزة تعلميها ولا عايزة تاخدي حقك؟ أنا حاول أثبت بطلان الانتخابات في الجمعية، وأحضر من دلوقتي لانتخابات مجلس الشعب اللي جاية. رئيس الحزب الداني أمل إنه يرشحني في البلد هنا. يبقى هو ده اللي محتاج منك تركيز. عندك حق. من النهارده هعمل جولات في كل سنتيمتر في الدايره، واجهز كشوف الناخبين واتصل بيهم كمان، وهستخرج بطاقات انتخابيه لكل اللي مش مقيدين في الجدار واللي ما عندهمش شهادات ميلاد ولا بطاقات شخصيه. دول هخليهم يستكملوا ورقهم، وهطلب من وزاره الداخليه تساعدنا في عمل بطاقات شخصيه ليهم الاول، وبعدها بطاقات انتخابيه. لو سمحت، مكتب حضره النظره فين؟ حضرتك هتطلعي الدور الثاني، تسالي على مكتبها هناك. متشكرة قوي. يا بس حضرتك سبتي التدريس من زمان. كانت ظروف بس خلاص، انا دلوقتي ما عنديش اي حاجه تعطلني عن الشغل. أنا نفسي أرجع للتدريس تاني. خسارة، كنت أتمنى أستفيد من حماسك، لكن للأسف مش هقدر. لحقتوا تعينوا مدرسة جديدة؟ ده الإعلان لسه يا دوب نازل في الجورنال بقاله 2 بس. يعني على ما عملت السي في وصورت شهادة؟ أصل المدرسة اللي كانت عندنا استقالت وبعدين سحبت الاستقالة، وما كانش عندنا وقت نلغي الإعلان. أنا آسفة. على إيه؟ متشكرة. طب ما تخلي أوراقك، جايز نحتاج لك. يا ريت. قصدي أنا تحت أمرك. متشكرة. مع السلامة. جميل أوي إن الواحد يعيش طقوس رمضان. الناس كلها بتفطر في ساعة واحدة والعيلة كلها بتتجمع. أنا أصلي كنت محروم من الحاجات دي وأنا في أمريكا. أنتم عارفين إن رأس السنة السنة دي هيكون في رمضان؟ أيوه. 23 رمضان 1420 هيوافق 31 ديسمبر 99. بس ما افتكرش يا شريف ان حد هيحتفل براس السنه في رمضان. ازاي بقى عايده؟ دي وزاره الثقافه عامله احتفال كبير جدا على سطح الهرم، الاحتفال بالالفيه الجديده. يبقى فيه عروض شرقيه وغربيه، في اجانب جايين من جميع انحاء العالم عشان يشوف العرض ده. دول عاملين اعلانات كتير قوي عن الحفله دي عايده. انا هحاول احجز اذاكر عشان نروح كلنا ان شاء الله. بس ده الميعاد اللي حدده الشيخ صلاح عشان الدرس والندوه، وباباك مهتم قوي بالحكايه دي يا شريف. ايوه عايزه، بس دي والنزمة ما تتكررش. احتفال بتوديع قرن واستقبال قرن جديد وفي رمضان، دي حاجه جميله قوي. طب هنعمل ايه؟ هحاول اجل معاد، وان شاء الله هيكون قبل رمضان ما ينتهي. ماجد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبي. حرام. جامعه ان شاء الله. تعال انا عايز اتكلم معاك شويه. اتفضلي يا فندم.
جميل يا ماجد انك تحافظ على الصلاه في الجامع. طيب الحمد لله. قولي لندى بقى يا طنط، لان هي دايما بتلوم عليا. لا هي بس حاسه انك رافضها من غير سبب، وده مخلي نفسيتها تعبانه. يا طنط احنا في رمضان المفروض ما يبقاش بيني وبينها اي تعامل. مين اللي قال كده؟ مفيش رغبانيه في الاسلام لا في رمضان ولا في غيره. خلاص هسال مولانا. عموما احنا اتفقنا معاه هيعمل ندوات في النادي، لما يجي بساله. ان شاء الله. ماجد انا مش عايزه الجفوه اللي بينك وبين ندى تزيد، خصوصا ان ملهاش سبب. وفيها ايه لما نروح كلنا نحتفل براس السنه مع بعض؟ وابن عمك يعزمنا ليه؟ ما فيهاش حاجه. لا فيها، وعلى فكره بقى دي من الحاجات اللي انا مش طايقها. يا ندى انا ماليش حياه خاصه معاكي، وانتي حسب ما تقول مامتك وابن عمك وعمك داخلين طالعين. انا نفسي يبقى ليا لوحدي في بيت نعيش فيه انا وانتي وبس. انا اللي اقول مين اللي يدخل ومين لا. اسيب مامي؟ اسيب الفيلا دي؟ الفيلا دي بتاعتي، بابي كاتبها لي باسمي. لما يبقى لنا شقه لوحدنا انا اللي جايبها لك ساعتها بس ارتاح. بس ده مستحيل يا ماجد. ليه؟ ما انا ما كانش عندي عربيه ولا موبايل، الشركه جابت لي موبايل وعربيه على الزيرو. ان شاء الله بعد كده يا ندى هجيب لك شقه، احنا لازم يكون لنا حياتنا الخاصه. حتى لو ده حصل في ايه لما نحتفل براس السنه مع بعض؟ عشان خاطري يا مجود نادي المناسبه دي مع مامي، مامي كده تزعل. ايوه بس بشرط ادفع ثمن التذاكر بتاعتي انا وانتي. هتسافري فين؟ سينا، جبل موسى ودير سانت كاترين. هنغطي موضوع سياحي عن حضور الناس من كل انحاء العالم علشان يقضوا ليله سنه 2000 على جبل موسى. وحبيتي هناك طبعا. هيبقى في خيم هناك على القمه والناس بتقعد فيها، بس يا بابا مين هينام في ليله زي دي؟ ده القمه لوحدها علشان نوصلها بناخد وقت طويل قوي، وبعدين احنا هنبقى ضمن 500 شخص محددهم الجهه المشرفه على الرحله. ومين هيكون معاكي؟ حسام وزمايلنا عادل وشهير. وازاي توافقي على حاجه زي دي؟ بابا ده تكليف من رئيس التحرير. لما يكون من مين؟ انا ما اسمحش ان انت تباتي بره البيت. ده اولا. ثم ازاي تشتغلي تاني مع اللي اسمه حسام بعد كل اللي عمله؟ بابا بابا مش حسام شرح لحضرتك اللي حصل؟ وحضرتي مش مقتنع بالمساله دي، ومش عايز يكون في اي تعامل بينك وبين حسام لحد ما يحدد موقفه. انا بقول لك ده عشان احترامك لنفسك. اقول لك يا لمى، يا ريت تاجلي معاد الشيخ صلاح، بلاش يبقى ليله راس السنه. استاذ شريف احنا تعبنا قوي عشان ناخد الميعاد ده. معلش انت تقدري تاجلي الميعاد ده، امال هتيجي انت وباباك ازاي عشان تحتفلوا معانا بالالفيه الجديده؟ حضرتك تقول انا وبابايا؟ ايوه انت وباباك هتيجوا معانا كلنا عشان نحتفل بالالفيه الجديده في الهرم. اوكي شكرا قوي. ميرسي يا فندم. وقدرتي تغيري الميعاد؟ وهي دي فرصه اقدر افوتها؟ ده انا من زمان وانا نفسي اعرفك بيهم في مناسبات اجتماعيه زي دي بره المكاتب. تفتكري ممكن يجي الوقت ويدخلوا معايا شركة؟ معرفش، بس في جميع الاحوال الناس دول معرفتهم مكسب. ما تشوفي لي وظيفه عندهم؟ لا انا عايزاك راسك براسهم، صاحب مصنع زيهم. انا عرفت انهم خدوا ارض مصنعهم من جهاز تنميه 6 اكتوبر. هروح بكره واسال لو خدنا حته ارض صغيره لمصنعنا ممكن ندفع كام. هو احنا معانا فلوس نشتري اراضي يا لمياء؟ ما احنا مجرد ما ناخد جواب التخصيص نقدر ناخد قرض من البنك. طريق الألف ميل بيبدأ بخطوة يا بابا. الآن أعرف شعور أمي، فقد استطاع أبي أن يجعلني أنزل على إرادته وأعتذر عن الرحلة، مع أنني تمنيت قضاء آخر ليالي القرن العشرين مع حسام على جبل موسى. يا ترى بابا صح؟ يا ترى حسام بيحبني فعلا؟ الو 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 الو. ايوه يا نهى. الو حسام. الو ايوه يا نهى. ايوه انا سامعك. الو 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 الو.
برضو مفيش فايدة. معلش يا حسام، كلها ساعة ولا اتنين والضغط خف من على الشبكة. وبعدين انت الآن من ايه؟ ما انت تقضوا يا اخي بقيت عمركم وشكم في وش بعض. المشكلة في شهير اللي بقالنا اكتر من ساعة ونص ركننا هنا. وانت فكرك شهير هيعرف يلاقي دليل يطلعنا الجبل في ليلة زي دي؟ ليلة الألفية يعني موسم. الو، ايوه يا نهى. الو الو، انا مش شايفه كويس. الشباب اللي قاعدين بره الفيلم دول بتذاكر المحافظه، رغم انهم قاعدين في البرد، لكن اعتقد كده انهم شايفين العرض بشكل احسن. يلا نروح نقعد معاهم. حد يبقى قاعد قاعده زي دي ويسيبها ويروح يقعد على الارض؟ احنا بنستقبل الالفيه الثالثه يا طنطي، معقول هنستقبلها كده واحنا قاعدين على ترابيزه بشكل رسمي؟ يلا حبيبتي يلا يلا. عن اذنكم. الدنيا هنا برد قوي، امال بره شكلها ايه؟ شريف من فضلك روح قولهم يرجع. وانا شايف انك هتيجي معايا احسن، قال انت ممكن تقنعيهم اكتر مني. اتفضلي. بعد اذنكم يا جماعه. اتفضلي. انا اذنكم. اتفضلي. هم قاعدين فين؟ ان شاء الله هنلاقيهم، ما تقلقيش. وبعدين الجو مش برد قوي، تعالي من هنا. تعالي هنا كويس قوي. الساعة دلوقتي 12 إلا 7 دقايق بالظبط. احنا هنفضل هنا لغاية الساعة 12. انا مش عايز اشوف حد غيرك لا في نهاية 99 ولا في بداية 2000. بس ولا لنهاية العالم.